اهلا بحضراتكم مره تانية. اول بقى فقراتنا الحواريه في عسل ابيض، والفقره الشهريه الحقيقه اللي كلنا بنستناها، ويا ترى ايه اللي هيحصل لبرج الحمل السنه دي، مواليد شهر مارس وجزء كده من اربعه. طبعا كل الناس بقى اللي بتتفرج علينا مواليد برج الحمل كده يقعدوا كده قدام التلفزيون علشان يشوفوا ويسمعوا كل حاجه عن نفسهم مع خبيره لغه الارقام والاسماء جنى عطايا. يا جنى اهلا بيكي، اهلا بيكي، منورانا في عسل ابيض. انا عارفه طبعا. عايزه قبل ما ابدا معاكي عايزه اقول للناس يا جماعه تليفوناتنا هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، اي حد عايز يتكلم عايز يعمل مداخله في انتظار طبعا تليفونات حضراتكم. الف سلام عليكي، طبعا عندك دور برد رهيب، فالف مليون سلام عليكي حبيبتي يا نرمين. خلينا نبدا. وشهر فبراير كنت معانا هنا، والحقيقه كلميني ان كل حاجه انت قلتيها حصلت صح. صح؟ ايه بقى يعني في ما احكي. طب انت بقى قولي. انا قلت الاول في زهره فلكيه ان القمر هيبقى قريب جدا من الارض، وتقريبا وما زال لغايه دلوقتي. ومرينا بطاقه سلبيه كبيره جدا، وقلت ان في احداث غير متوقعه تقريبا حصل اكتر من حادثه تمت للاسانسيرات، كانت حجم كبير قوي الاسانسيرات ان هي تقع. قلت ان في اوراق هتتكشف لرجال مشهوره او رجال كبيره في الدوله، وفعلا في اوراق اتكشفت، او ربنا كشف ستر الظالمين. قلت الخسوف والكسوف بيجي لكشف الظالمين. لو حد طبعا طغى في الظلم في فتره كده ربنا لازم هيكشف أكيد. طبعا وانتم عارفين الاسماء، وقالوا لي انك ما تتكلميش في السياسه بالظبط. ولسه كمان شويه حاجات كده هتحصل بالنسبه برضو لناس تقيله واسماء تقيله، يعني هتتشق الارض وهتبلعهم الفتره الجايه يعني. ونهايه فساد يعني الفترة اللي جاية نهاية فساد. صحيح. نبدأ بقى ببرج الحمل وشهر ثلاثة. لا هنقول أول شهر ثلاثة برج الحوت. برج الحوت كلهم كل سنة وأنتم طيبين. عندهم فترة حلوة جدا الفترة الجاية بتوع مواليد برج الحوت. هو كان شهر اتنين معصب مش مروق. الستات بتاعت برج الحوت يعني كانت رافعة الراية السوداء لأزواجها واللي حواليها. دلوقتي هم هيحسوا باستقرار نفسي وهدوء الفترة اللي جاية، وهم زي ما أقول يعني في أمر مهم جدا هيتكشف ليهم للخير، يعني حاجة حلوة هيبقى فاكرها إن هي دي طاقة سلبية بالنسبة له كده، بس بعد كده ربنا بيجيب له الخير بعديها. طيب يلا بقى نتكلم على الحمل. برج الحمل هو عنده مؤامرات، يعني يا عليه مؤامرات يا هو بيعمل مؤامرات لحد. للاسف ان برج الحمل راجل وست طبعا يعني في الحالتين، لكن هو برج الحمل الفتره اللي جايه هو مضغوط جدا، ويمكن انت حاسه بكده. خالص مش مضغوطه خالص يا جماعه، ده انا جميله جدا اهو. فبرج طب يعني الحمل الفتره الجايه تبقى حاجه حلوه ولا حاجه لا حاجه مش لا هو بص لما بيكون القمر قبليه ببرج في برج الحوت بيبقى عامل زاوية فلكية عليه على عينيه سبوت، فتلاقيه دايما كل حاجة واخدها يعني مش مترتبة قوي مش مظبوطة قوي بالنسبة له. لكن عايز أقول الحمل يعني في شهر أربعة عنده مفاجآت جامدة جدا، بس اتحمل الضغوطات بتاعت شهر يعني ثلاثة. يعني شهر أربعة يا حمل. طب يا حمل أرجوكوا استنوا معايا، استنوا يعني استنوا معايا كده، وعايزين حد يزق معانا شهر ثلاثة ده علشان ولو في أربعة بقى يجي ولو في مؤامرات عليه يهدى، يعني ما يعملش مواجهات في الفتره دي لان هتكون سلبيه ليه، يعني ما يجيش يقول لك انا هحط راسي براس العاصفه فانت هتتروق يا حمل لو عملت. شكرا ميرسي يا جانا حبيبتي. طب احواله العاطفيه والماديه؟ احوال العاطفيه بتاعت بتاعت الحوت احواله العاطفيه هتبتدي تتحسن، والماليه الحمل في شهر اربعه عنده مفاجات حلوه جدا، وهيخلص من يعني ولا يحك المكر السيء الا باهله، يعني هو بيحك ليه مكر كتير جدا برج الحمل الفتره دي، فهمتيني؟ المادية بقى المادية المادية عند الحمل يعني زفت الحمد لله. لا بص هو فترة الحمل الفترة دي ما فيش ماديات، هو يهدى بس فهماني بس يخلص الـ 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 المواجهات اللي هتكون هو عليه يعني. طيب بس تيجي ناخد بقى نستقبل تليفونات. يلا معانا بقى اول تليفون روضة. يا روضة مساء الخير عليكي. الو مساء النور. معلش استاذنك وطي التلفزيون اسمعني التليفون. الو ايوه ما احنا موطين وحضرتك. اسمعي بقى من التليفون. الو ايوه يا روضة اهلا بيكي اتفضلي. ازيك يا نرمين؟ الحمد لله الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول لها ان انا برج العذراء. انت العذراء انت كام؟ 31/8. 31/8
8. انت كنت متضايقه من 4 ايام يا روضه؟ 31 8 كام؟ كام يعني ايه يعني؟ يعني سنه كام؟ سنه كام؟ 84. ايوه. انت كنت تعبانه يا روضه من 3 ايام او متضايقه مع حد من 3 ايام او 4 ايام صح؟ روضه معانا ولا قفلت؟ طيب هي شكلها قفلت. طب نقول لها الرد وهي تسمع. هي روضه بقى لها 3 4 ايام حرف الواو بالنسبه للاسماء، حرف الواو والر لو سبقت الواو او الر لازم في اكتمال الامر يبقى هو متعصب واموره مش مظبطه صح قوي، ممكن تكون صحيا عاطفيا او متضايق من لا شيء. يا روضه هدي امورك لشهر 5، عندها اخبار حلوه جدا في شهر 5 يا رب. طيب يا رب يا روضه، يعني نهدى بقى كده لغايه شهر 5 ونعدي بقى الشهرين، الحمل يعدي 3 وانت يا روضه العذراء يعدي 3 و4. طيب معانا كمان ياسمين. ياسمين مساء الخير عليكي. الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله تمام، منوره الدنيا كلها حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي تسلمي لي. قولي لي التاريخ. انا كنت عايزه بس يعني استاذن ان انا عايزه اعرف برج السرطان. انا 20/7/82. 20/7/82 السرطان. بس ايوه 82. 82. طيب تابعينا ياسمين وجان هترد عليكي حالا. ياسمين انت اليومين يعني كان شهر 2 عندها مشاكل كتيره جدا، وهيكشف لك يعني هيكشف لك امر ياسمين او يعني حد حواليك كده ممكن يكون عايز يعمل لك مشكله او حاجه. ياسمين يعني ان شاء الله ربنا هيكشفها لك في شهر 3، وخدي بالك هي عندها رقم 3، ورقم 3 ده حباب للخير، يعني دايما ربنا يجي هتقع اهو وربنا ينجدها في الاخر. يا ياسمين ارقامك حلوه جدا، شهر 3 و7 عندها اخبار حلوه ان شاء الله. هي 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 لا هي 20/7/82. 20/7 20 ولا 21؟ 20/7 ادي 7/9. بصي هي بصي ياسمين عندها حاله صحيه على طول ملازمها، يعني حاجه صحيه لو الرقم اللي هو 20 في حاجه صحيه ملازمها، برضو عندها اخبار حلوه جدا في شهر 3 برضو وفي شهر 7 ياسمين، ربنا يجعلها من نصيبها يعني حاجه كويسه الله اعلم بيها. طب الناحيه الماديه بقى بالنسبه لها؟ الماديه السرطان هيمسك فلوس الفتره دي. راجل وست؟ الستات اكتر. بجد انا بحب الستات. كلنا بنحب الستات. انا بحب الستات. طب بقول لك ايه، ما تيجي نمسك كده برج برج بسرعه ونقول هيحصل له ايه مثلا في شهر 3. شهر 3 معلش انا تعبانه جدا. لا الف سلامه عليكي طبعا يا جماعه، معلش احنا يعني جانا تعبانه جدا بس يعني هي كانت مصممه. شهر 3 احنا الاول انا عايزه اقول للناس يخلوا بالهم من المعده عندهم، يعني شهر 3 بتبقى فيه بصي قلت شهر 2 ان كان الموضوع ستريس عصبي على كل العالم، وانت شفت كل الناس كانت حرب والدنيا مش متظبطه، فكل كان محطوط في نفسه. عايزه اقول ان احنا هنخرج من استراحه محارب يعني الفتره الجايه لكلنا لكل الناس اهو. طيب خلينا نبدا بالجوزاء مثلا، الجوزاء هيبقى اخباره ايه في شهر 3؟ الجوزاء يعني عارفه عنده 15 باب متفتحه، عمال يدخل من باب ويخرج من باب، والباب ده يخبطه والباب ده يروقه، بس عايزه اقول له ان هو يعني كل امر اقفله للاخر يا جوزاء، يعني ما يخليش الدنيا متفتحه حواليه ويقول لك انا مش لاقي، بس هو اخباره هتتحسن الفتره اللي جايه. وعنده انتقالات من الى، يعني في انتقالات كتيره جدا لبرج الجوزاء، وخصوصا العشريه الاولى هتتنقل اكتر، عندها حظوظ احسن والله اعلم. طيب خلينا ناخد كمان تليفونات ونرجع لك تاني يا جانا. معانا ياسمين. ياسمين اهلا بيكي. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها حبيبتي. ميرسي تسلمي. قولي لي بقى تاريخ ميلادك ايه بالسنه؟ 12/9/1979. 12/9/79. طيب تابعينا ياسمين وجانا هترد عليكي حالا. ياسمين 12/9 12/9/79. يا ياسمين انا عايزه اقول لك ارقامك ولا اروع منها. يا ياسمين 12 بيجمع معايا رقم 3 على 9 هيديني 12 تاني، هيجمع 3 على 9 كمان هيديني رقم 12. عندك تناغم في ارقامك يا ياسمين، معنى كده انك هتعيشي حياه كويسه جدا، من يعني هتعدي عليك، يعني خلاص عدينا فتره وحشه. عندك في شهر 8 ابتداء من 8 او اخر 8 عندها امور جدا حلوه، يا رب يجعلها من نصيبك يا ياسمين، بس ما تتكلميش كتير وانت فعاله للخير. يعني هي بتسعى كتير للخير يا ياسمين، اسعى عليها يعني، وانما ولكل امرئ ما نوى. نيتك حلوه يا ياسمين والدنيا هتمشي معاكي. طيب على الفيسبوك في محمد 9585. مين؟ محمد 9585. محمد ده مين؟ هنا؟ لا ده على الفيسبوك. حد كده محمد؟ محمد 9 لا مش عارف مش مبعوث محمد ايه؟ هو محمد 9585. 9
خمسة وثمانية. أيوة. محمد كان عنده أمور كتيرة جدا في شهر 2 وشهر 1 ملخبطة حياته كلها. يا محمد هتروق يا محمد الفترة اللي جاية. بس أدي 9 10 11 12 14 جماعة على 5. هي الحياة عندك مقفلة شوية يا محمد. بس هتفتح على شهر 5. الحياة مقفلة بالنسبة لمحمد في كذا أمر. معلش هتفتح على امتى كده؟ هتفتح في 5، ممكن الدنيا تبتدي تظبط معاه والله اعلم يا محمد. يعني دايما افعل صدقات، يعني لما الدنيا تكون مقفله معاك كلم ربنا بالصدقه يعني. بالظبط. طيب خلينا ناخد كمان ايمان. ايمان مساء الخير عليكي. مساء الخير، اهلا بيكي حبيبتي، اتفضل. تمام الحمد ممكن لله. ممكن اسال على 13 4 85 و12 3 74. 12 3 كم؟ 74. ده مين 12 3 74؟ ده جوزي. اسمه ايه؟ ابراهيم. ابراهيم، وانت اسمك ايه؟ ايمان. طيب انت بتعاني من حاجه يا ايمان الفتره دي؟ عندك وجع في العظم او حاجه بتوجعك في جسمك؟ بتعاني. صح. طيب تابعينا ايمان وجانا هترد عليكي حالا. يا ايمان انا عايزه اقول لك، معلش انت الفتره اللي جايه مش عارفه، انت عندك الجسم بيمتص الميه كتير جدا وما بيخرجش الميه. يا ايمان ما تشربيش ميه كتير بالليل، يعني شرب الميه بالليل بيتخزن في الجسم وده اللي بيعمل لك مشاكل في العظم والله اعلم، او مشاكل في الجسم عموما. يا ايمان عايزه اقول ان اسم ايمان ودايما بقولها في كل الحلقات ولا اروع، يعني دايما على الراجل يفتح له سفر او هي يتفتح لها سفر. وعندها ادي 4 4 8 8 ادي اتمام امر. مع ايمان يا ايمان، يعني انت قلقانه من حاجه يا ايمان الفتره دي، واصبري على ابراهيم. يعني ابراهيم يعني رغم دماغه الناشفه والعصبيه والكلام ده كله، بس يهين يا ايمان في امور كتيره جدا. وادي 12 بقى كمان. هو جوزها هو 12 3 74. 12 3، ادي 6 7. على فكره هما الاثنين حياتهم المفروض على سفر، يعني هتكون افضل ليهم يعني. طيب ناخد معانا كمان اميمه. يا اميمه اهلا بيكي. انا هموت من البهجه. الو. ايوه فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي يا استاذه اميمه، اتفضلي. الحمد لله. ممكن اعرف 28 3 64؟ 28 3 64. ايوه. طيب وبنتي اسمها ايه؟ 98. اسمها ايه وقولي تاريخ ميلادها تاني؟ الاء. كام؟ 16 1. ايوه. 98. طيب تابعينا. وابني 23 3 2000. عبد الرحمن. 23 3 2000. عبد الرحمن. اوكي طب تابعينا وجانا هترد عليك. هي اميمه 28 3 64. اميمه كام؟ معلش 28 3 64. اميمه 28 3 64. يا اميمه، انت قلقانه على عيالك قوي، او عيالك يعني ارقامك طول الوقت فيها قلق يا اميمه. وعايزه اقول ان امورك برضو فيها يعني تراجعت شويه عنك كتير، صحيا بقى ماديا، حد يتكلم في سيرتك او عليها حسد اميمه وعلى اولادها. بالنسبه للقلق يعني خليها دايما تكرر، فباي الاء ربك ما تكذبان، فباي الاء خليها تكررها كتير عشان امورها تمشي العاطفيه. يعني امورها العاطفيه مش ماشيه. تمام. هي 16 اللي هي قلق 16 1 98. هي 16 واحد قلق. اوكي. طيب عبد الرحمن بقى 23 2 2000. ده ابنها. بصي هو اسم عبد الرحمن دايما يبقى عنده نقص في مناعه شويه في الجسم، او عنده مشاكل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصحه. يعني دايما خليه ياخد كل حاجه تعلي مناعه الجسم. عبد الرحمن ارقامه فيها نقص مناعه كتير يا عبد الرحمن، الله اعلم يعني. طيب خلينا نرجع تاني لبرج الحمل ونتكلم عن 2017 كانت بالنسبه له افضل ولا 2018 ان شاء الله تكون لا أفضل. هيخرج بقى هو 18 من اللي كنت عايشه فيها كنت عامله ازاي في 2017؟ جميله جدا الحقيقه. بس كده يعني 2018 هتحس ان هو بيتفتح له طاقه نور بالنسبه للحمل. يا رب يعني. يا رب. انا بحب الحمل جدا حبيبتي يا جماعه، مش عشان كده. طيب خلينا ناخد كمان مصطفى. يا مصطفى اهلا بيك. مصطفى طب حاول تكلمنا مره ثانيه يا مصطفى. طيب خلينا نتكلم بقى عن كمان الميزان والقوس بالنسبه شهر 3 بالنسبه له. لا احنا عندنا اللي اسمه ايه الثاني الترابي ده، التور. التور زي ما قلنا هو بيخلص من مشكله وهيتفتح له افاق جديده هتتحل شويه يا برج التور، ولكن لو النيه سليمه هتتفتح. لو النية مش قلبة شكرا يا تور. بقى واحد يا جماعه وايه انت اللي عاملها بقى. نيته بقى بالظبط كده. هندخل قلنا الجوزاء، قلنا السرطان. السرطان عنده مدخول مادي او مستني مدخول مادي بالنسبه للست، الراجل مش هيشوف ولا قرش.
يلا بالشفاء يا سرطان. خلينا ناخد محمد. محمد اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك اتفضل. ايوه اهلا بحضرتك سامعينك اتفضل. انا مواليد 23/6. ايوه. سنة كام يا فندم؟ 68. محمد انت بتسال عن الفلوس صح؟ ايه؟ تمام. طيب تابعنا وجان هترد عليك حالا. 23/6/68. هو زي ما قلت ان برج السرطان كله عايز يسال على الفلوس. انا متاكده ان ارقامه كلها فيها فلوس. عايز فلوس في اي حاجه. بس محمد اتولد قبلها بكام يوم والله اعلم. يعني ارقامه على 6. عموما يعني هو محمد في امر مستنيه هيحصل ليه في شهر 3. حاجه كويسه يا محمد بس تصدق عليها عشان تتم. يا جماعه الصدقه كنز. الصدقه بتخلي الواحد بتمشي الامور. أكيد. فتصدق عليها يا محمد. امورك الصحيه يعني مش ظابطه شويه. يعني انت حاسس ان انت مش متظبط في الامور الصحيه ولكن هي متعلقه بالحياه النفسيه يا محمد. شهر 2 عانيت منه في حاجات كتيره قوي واللي جاي هيكون افضل ان شاء الله. طيب على الفيسبوك برضو شريف 12/2/75. شريف 12/2/75. 2 كام؟ 75. 12 ادي 3 5 5. شريف هو كانه ماشي في دايره مقفوله. يعني يمشي لنقطه ويرجع لنفس النقطه تانية. يا شريف وعايز اقول لك ان ارقامك من غير زعل هو على الفيسبوك ولا معانا على التليفون؟ لا على الفيسبوك. احسن ممكن يشرشح لي لو قلت دلوقتي. يا شريف انت شويه بخيل يا شريف فكها. يعني انا عايزه ارقامك كلها. يعني ما اعرفش بقى بخيل ماديا بخيل حريص ممكن يكون. ممكن يبقى حريص الله اعلم. يعني حاول امورك تمشيها. انت عندك رقم اللي هو 12 اللي يجمع 3 هو رقم حلو يعني. بس انت فكها يا شريف ما تبقاش ماسك. ما تبقاش ماسك قوي يا يعني شريف. يعني فكها. طيب معانا كمان على الفيسبوك ايهاب 13/3/92. اسمه ايه؟ ايهاب 13/3/92. 13/3. هو ايهاب طبعا زي ما قلت شهر 2 كان بالنسبه لشهر اللي عدى شهر 2 كان عنده مشاكل كتيره جدا. عايزه اقول ان هو في فرصه حلوه جدا في شهر 3 دي هتتم ليكي. اسمه ايهاب. ايهاب ايهاب بس ايهاب حظوظك قليله. حظوظه قليله يعني الارقام فيها الا احنا قلنا سنه كام؟ طب قولي السنه. ايهاب 92. ادي 9/11 دي 6/7 وعنده اتمام امر ممكن يتفتح لك سفر يا ايهاب والله اعلم. طيب. يعني عنده اتمام امر لحاجه معينه ممكن تبقى للسفر يعني. يا رب ربنا يكتب لك الخير يا ايهاب. معانا فاطمه. يا فاطمه اهلا بيكي. فاطمه اهلا بيكي يا فاطمه اتفضلي. فاطمه مش معانا. طيب حاولي تكلمينا مره تانية يا فاطمه. معانا هادي. هادي 30/6/92. ده معانا على التليفون؟ لا ده على الفيسبوك. هادي 30/6/92. يا هادي بصي هادي يا ريت نحط اسم عبد الهادي جنب هادي هيكون احسن يا هادي. لان انت يعني هو عصبي بشكل هستيري وعصبيتك بتيجي على نفسيتك انت بتيجي على صحتك انت يا هادي. فخلينا على عبد الهادي احسن. عندك امور كتير جدا هتتفتح الفتره اللي جايه للخير. ممكن تكون رزق ممكن تكون سفر ممكن تكون حاجه حلوه يا هادي. هتتم عبد الهادي بقى نقول له. إيه؟ عبد الهادي نقول له عبد الهادي يا ريت لو بيسمع كلامي يا ريت اسم عبد الهادي يكون احسن. هيفتح معاه رزق ويفتح معاه حياه. لكن اسم هادي بيوقف الدنيا يعني. بس هيمسك فلوس يعني. طيب يا رب. طيب خلينا ناخد كمان حبيبه. يا حبيبه اهلا بيكي. اهلا بيكي ازاي حضرتك؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله اتفضلي. انا دلوقتي 28/4 وبرج الثور. 28/4 كام؟ 28/4/2004. 2004 اوكي. 28/4؟ 2004. اسمه ايه؟ لا هي حبيبه. هي عندها كام سنة طيب؟ تمام. 2004 دي 14 سنة. دي أنت أدبني يا حبيبة. ماشي. طيب تابعينا يا حبيبة وخلي جنى ترد. حبيبة بصي أرقامك فيها إيه؟ بتقعد تتكلم كتير قوي على اللي حواليها يا حبيبة. يعني حاولي ما تخليش الطاقة السلبية إنك تبتدي تتكلمي أو تسمعي للي أكبر منك. أحيانا بيسمع اللي أكبر منه في مشاكل فبتتعلم منها. معايا يا نرمين؟ معايا؟ الإيه؟ انت ما كنتش. لا انا معاكي على فكره. انت بس صوتك واطي شويتين. اعمل ايه البرد والتكييف يعني. سلام عليكي. انتوا مروقيني بصراحه. فهي هي اسمها حبيبه. يا حبيبه ما تتكلميش كتير يا حبيبه. يعني ما تسمعيش اخبار اللي اكبر منك وتتعلمي منها. اتعلمي الخير احسن يا حبيبه. أي بتتكلم على الناس كتير يعني قصدك ولا ايه؟ بتتكلم على الناس كتير. هي بصي هي بتتكلم يا بتسمع وبتتعلم. ما دي طاقه بتتبني معاها يا نرمين. فهمتيني؟
تمام. او حتى لو مامتها موجوده بلاش تتكلم قدامها في مشاكل كبيره جدا، هي بتتعلم، دي طاقه بتتبني معاها. طيب خلينا ناخد عشان احنا عندنا مش قادره اقول لك كم المسجز اللي على الفيسبوك معانا. كمان بسنت 1197 بسنت 11 كام؟ 97 97 بسنت هي طبعا واحد ودي تسعة وبعدين تسعة تاني هيديني 18. يعني بصي يا بسنت، انت يعني انت حاسه ان الامور العاطفيه طبعا هي صغيره على كلمه عاطفه، ولكن هي امورها العاطفه على طول هيبقى فيها مشكله. يعني طول الوقت يعني عندك مشكله، يعني ما تسمعيش كتير، يعني الحب افعال مش كلام بقى وليست اقوال وزغاريت و طب خلي بالك يا بسنت بقى، لان فعلا زي ما جانا قالت الحب افعال وليست اقوال. وما تخليش ما تجريش او ما تمشيش ورا قلبك، يعني خلي هنا ده شغله شويه. صحيح صحيح. طيب في فردوس 26 12 93 26 12 93 تلات. اسمها فردوس ولا بنتها؟ لا هي فردوس. هي اسمها كده ولا فريده؟ فردوس. اوكي ليه؟ ستة ادي 8 8 93 ايه 93 فردوس برضو نفس الشيء برضو، يعني عندها يعني ممكن تكون مشاكل صحيه او مشاكل هتتبني ليها على حاجه مش كويسه. هي فردوس ارقامها كتير صعبه، وخصوصا لو جت 28 اللي هي السته دي تجمع مع الاثنين 8 مع حرف الفاء، فهمان يديها اتمام امر الحاجه مش كويسه يا فردوس، والله اعلم. طيب الحمل ايه؟ أيوة. اكتر الابراج اللي تبقى كده متوافقه متوافقه مع ان ده شهر ثلاثه. ما هو ثلاثه ده نص الحمل واربعه كمان، فاحنا مكملين. ماشي. فقولي لي الابراج، اكتر الابراج متوافقه مع برج الحمل. بصي هو برج الحمل مش بيتوافق مع حد، برج الحمل هو عايز طول الوقت رومانسيه. فهماني؟ وهدايا. فهميكي. وهدايا. والله ابدا مش شرط، يعني ده لو حتى يعني ورده صغيره. ايوه حتى. طب ما هو دي المهم ان هو العطاء، هو دايما عايز الاهتمام. الاهتمام. ماشي. هو الست الحمل على طول عايزه الاهتمام، رغم ان هي ب 100 راجل وتشيل دنيا فوق دماغها ويعني يعتمد عليها في فتح بيت او حياه، لكن هي طبعا حظوظها بتكون قليله في العاطفه مش عشانك. لا انا مالي، انا بتكلم على برج الحمل يا جماعه على فكره. ست الحمل دايما حظوظها قليله في العاطفه شويه شويه، فاهماني؟ لكن هي يعتمد عليها يعني ب 100 راجل في البيت، يعني اللي يتفق معاها الحمل. أيوة. برج الدلو يبقى معاها حلو قوي، برج القوس اهو. ايوه في توافق. والاسد والميزان شويه. طبعا القوس عايز اقول لك ان انا رئيس تحرير برنامج عبير، طبعا استاذ عبير عبد الستار، عايز اقول لك يعني انا وهي اصحاب جدا وهي قوس. ما انا هوقع منكم النهارده. ليه يا ماما؟ ليه يا ساتر يا رب؟ ايوه يا عبير، دي يعني عبير كبير ودي حبيبتي يعني. طيب شهر ثلاثه بالنسبه للحمل ايه؟ ما هو متضايق. متضايق بقالك يومين ثلاثة. برج الحمل متضايق كده كتير. يعني زي ما قلت في مكر من حواليه، يا مكر ليه يا مكر عليه، المهم ان في حاجة لازم ياخد باله برج الحمل للكل، يعني وخصوصا الرجالة أكتر، يعني أكتر حد متضر الفترة اللي جاية هو راجل الحمل. ست الحمل ب 100 راجل وهتقدر تشيل وتتحمل، فاهماني؟ ممكن تطلع الدائري عادي جدا، وتنزل ماشي عادي. عادي جدا، ما عندناش أي مشكلة على فكرة. برج الحمل ده بجد على فكرة. أيوة ده حقيقي. طب قولي لنا كملي بقى بسرعة عشان احنا خلاص وقت الفقرة انتهى، قولي لنا بقى سريعا كده مواصفات برج الحمل ايه؟ الراجل والست طبعا. الراجل بص هو الحمل صبور جدا، اكتر حد كريم جدا برج الحمل، ودايما بيقدم خطوات ايجابيه للي حواليه، يعني دايما يعمل حاجه حلوه للي حواليه. ظروفه الماديه هتتحسن الفتره اللي جايه، يعني هو دايما طول الوقت الماديه. اتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله. بس يعني نقول الحمد لله. عايزه اقول للناس تاخد بالها من معدتها الفتره اللي جايه. المعده يعني اضطرابات، انا كل شهر ليه حاجه معينه في الالام. عايزه اقول للناس تاخد بالها من المعده. تمام. بشكرك جنى عطايا خبيره علم الارقام والاسماء، انا بشكرك ونورتيني يا جنى وشرفتيني، والف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبي. طيب احنا طبعا لسه مكملين مع حضراتكم عسل ابيض وفقراتنا، وبعد الفاصل الوقايه خير من العلاج ولا ايه؟ استنونا مع ساره بعد الفاصل.